بالأمس أعزائي المستمعين والمستمعات عم أقرأ بوسائل التواصل الاجتماعي، فلقيت أحد المواقع منزل شغلة صايرة بمنطقة الفاتح. واحد ماشي ويبدو في أعمال الصيانة أو على حيط بجامع الفاتح، بتعرفوا جامع الفاتح المحيط بجهاته الأربعة، فرايح كاتب جملة تدل على يعني جملة هو كاتبها، يبدو الرجل عشقان، الرجل بحب، ما بعرف، كاتب علوش بحبك أزعر هيك بهالعبارة، ورسامات قلوب وبخط كبير جدا. يعني بمعنى آخر أنه هاي العبارة صايرة على الشارع الرئيسي، الرايح والجاي ممكن يشوفها، وبما أنه مكتوبة بالأحرف العربية وفي قلوب هيك، فمعروف حتى اللي ما بيعرف يقرأ عربي يستطيع أنه يفهم ويتكهن المدلول بهذه الكلمات. طبعا ناهيك عن الخط شوية مفشكال، ناهيك عن أنه يبدو أنه شاب 17 سنة شغلة بهذا الموضوع. الفكرة أعزائي المستمعين والمستمعات، لماذا يعني ما حأسأل أنا ليش هو كتب وليش عمل هيك ولماذا راح امتى عملها، ما بيهمني هذا الموضوع. بيهمني يا ترى انه في كاميرا ممكن تلقطه لهذا الشخص. هلا حتقولوا انه والله شاب عمره 16 سنة 17 سنة، نعم اتفهم هذا الشيء. لو كان انا في مكان اتخاذ قرار، لو كنت انا في مصدر اتخاذ قرار، لكنت عملت التالي: بعد ما اجيبه لهذا الشخص ما حلاعاقبه ولا حدخله على السجن ولا حأفرض عليه غرامة حط جنب اسمه كود ولا حأعمل من هذا الأمر. كل اللي راح أعمله حقوله تعالى هون، أنت ما شاء الله تبارك الله يعني يبدو أنه في عندك موهبة كتابة وكذا، لكن كتبت في المكان الخطأ، فبالتالي بدك تعرف كيف نحن منتعب لحتى نصلح من وراك. فعقوبتك هي أنه تعالى نروح على كل جدار موجود فيه هيك كتابات ومفشكلة وشوف شلون أعمال الصيانة اللي بتتم من أجل نحن نمحي هذه الكلمات والعبارات اللي بعض قد يعتبرها مشوهة للمنظر العام، البعض يعتبرها خادشة للحياة، والذي هو ونعطيه سطل الدهان والآلات المطلوبة والأدوات المطلوبة، وتفضل عندك خمس حيطان أنت لازم تخلص لنا ياهن خلال ثلاث أيام مثلا لحتى بعدها يحرم يكتب هذا الشيء. مو يعني مو لانه نحن عاقبناه بعقاب هيك بدني، عقاب خلينا نقهر كرامته، لا 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 بالعكس، نحن بس عم نعرفك انه الشغله اللي اخذت منك ربما خمس دقائق قد ايه عم تكلف، قد ايه عم تستنزف وقت وجهد وتكاليف حتى نصلح هذا المنظر العام اللي انت شوهته بهي العباره.